شعورك لو غمر الوجود بدون النية مو موجود تظن الأجود ينفع بدون الله الكرم والجود تظن الحب له معنى إذا يبعد عن المعبود ترى الماء اللي ما يصفى صعب يروي عطش الورود إذا شفت السماء تخيلها من الماس في نظرتها الغنى يفرق عن الإفلاس إذا حبي أتحد حب بأعف إحساس وإذا مول الله حب إلهي قلت بيأس إني أتألم فقالت لي آياتك لا تقنطوا من رحمة الله قلت لا أحد يعلم ما يثقل قلبي فقالت لي آياتك إن الله يحول بين المرء وقلبه قلت ليس عندي أحد فقالت لي آياتك نحن أقرب إليه من حبل الوريد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أكيد في بداية هذا الصباح نقول لكم أسعد الله صباحكم وأسعد الله أيامكم ونحن نقترب شيئا فشيئا من ولادة إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونلاحظ ما شاء الله وفود الزائرين الكرام إلى مدينة كربلاء المقدسة ونقول لكم ادخلوها بسلام آمنين فكربلاء قرة عين الناظرين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأنتم معنا في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء هذا البرنامج كما تعلمون يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة صباحا وعلى الهواء مباشرة اليوم إن شاء الله نقدم الحلقة وعلى مدار ساعة ونصف أنا والعزيزة ليلى أسعد الله صباحك يا ليلى بالخير والعافية شلون كان الطريق وصلت إلى القناة؟ والله الحمد لله يعني نوعا ما مزدحم لكن الحمد لله سالك الطريق إن شاء الله إن شاء الله السلامة والحفظ لكل زوارنا المقبلين على مدينة كربلاء المقدسة أن يتقبل أعمالهم زيارتهم إن شاء الله للجميع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير والعافية عليكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح كربلاء منقذ البشرية كلمة تحمل معاني عميقة وتختصر بكلمة واحدة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الاسم يكفي بأن يعطينا الأمل والانتظار لنور وجهه الكريم سلام الله تعالى عليه حيث أنه القائل سلام الله تعالى عليه أنا المهدي أنا قائم الزمان أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا سيدي ومولاي ندعو لك بالفرج بقلوبنا قبل ألسنتنا ونسأل الله التعجيل بفرجك إذن مشاهدينا نبدأ إن شاء الله حلقتنا لهذا اليوم وبالتأكيد ستكون مضمنة بذكر سيدي ومولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن مقبلين على ميلاده المبارك خلينا نبدأ سوية إن شاء الله باستعراض سريع ومبسط لفقرات حلقتنا لهذا اليوم وكما عودناكم في خبر الصباح الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية وبعض الإطلالة وإلقاء الضوء عليه نسلط الضوء على فضل وأعمال ليلة النصف من شعبان مع السيد إحسان الموسوي والاستعدادات لمهرجان الشموع الذي تطلقه العتبة الحسينية في كل عام نسلط الضوء عليه وأخيرا وليس آخرا لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم والذي يقول أنت حريص على وقتك إذن مشاهدين الكرام كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء احنا نستقبل إجاباتكم حتى وقت العرض حتى وقت عرض الحلقة إن شاء الله لا تنسوا المشاركة أعيد السؤال هل أنت حريص على وقتك
البداية طبعا أكيد هي التوكل على رب العباد، ثم الذهاب بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا الوليها إلى حضرة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. اليوم الاثنين هي الزيارة المخصصة لسيدا شباب أهل الجنة الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، إلى بث مباشر من العتبة الحسينية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين،
فعليك السلام مني ما بقيت. وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني. فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين. أذكرك بالنبي يوسف قمر يعقوب، غلب شوق الملا شوق ارتمى مغلوب، جمال الجنة نعم قولي وسحر القلوب، إذا يذكر جمال الله حنين يذوب حنين يذوب. هذا لك تركض يسراه ويمنى، هذا لك ترمش باللهفة عينا، ألكل جميل بهواك تميل، والحب لمن خلق الحب وسوى، القلب لمن زرع القلب وروى. حياكم الله مجددا مشاهدينا في ذكر سيدي ومولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أقول منك الفضائل فوق ما نتأمل، يا ابن النبي فأنت نعم المؤل، يا صاحب الأمر العظيم مكانه، لك نهضة كبرى لها نتعجل، يا حلم أحمد يا شجاعة حيدر، يا منقذا ما زال عهدك يؤمل، يا نور فاطمة البتول وفخرها، يا ابن الذين بطهرهم يتوسلوا، يا نهضة الحسنين رفضا للخنا، يا صبر من ضحوا ولم يتزلزلوا، في النصف من شعبان أشرق كوكب من نوره الآفاق تفتأ تمهل. حياكم الله مشاهدينا، ونسلم على سيدي ومولاي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حفيد الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه ومن نسله الطاهر المنقذ للبشرية. السلام على سيدي ومولاي الإمام المهدي الحج المنتظر، السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام، عودة إن شاء الله إلى فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. نبدأها بخبر جميل من الأخبار الصباحية. هذا الخبر يخص العتبة العباسية المقدسة التي قامت مشكورة باحتضان الحفل المركزي لتخرج جامعات طالبات الجامعات العراقية. في هذا الحفل أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزة، ويا ريت أتمنى من المخرج الفاضل أن يعرض الصور أثناء حديثي. اليوم العراق هو منجم للكفاءات والطاقات العلمية في المجالات المختلفة، مشيرا خلال كلمته في الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية إلى أهمية أن تكون بداية الحياة العملية بداية قوية للانطلاق نحو تحقيق النجاح في مجال الاختصاص بما يضمن تقديم الخدمة العامة للمجتمع. وأوضح سماحته أن هناك حربا يشنها البعض لتهديم الأسرة والإخلال بالمفاهيم وخنق الفضيلة، من الضروري أن يكون للمرأة دور مهم وفاعل في إشاعة الأخلاق والقيم الأصيلة وإحباط تلك المحاولات، كما دعاهن سماحته للتحلي بالقوة وتأسيس أسر فاضلة. إذن هذا ملخص كلمة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزة إلى النساء، لأنهن نصف المجتمع وبقوتهن يقوى المجتمع. وشاهدنا هذه الصور الجميلة أثناء كلام سماحة السيد أحمد الصافي. إذن نتمنى إن شاء الله من نساء العراقيات أن يكون لهن دورا فاعلا للنهوض والرقي بمجتمعنا. إذن هذا كل ما لدينا من خبر الصباح، وإن شاء الله سوف أترك الفقرة التالية إلى العزيزة ليلى. الله يعزكم زميلتي إسراء. طبعا هواية من الأخبار الجميلة اللي ممكن أنه إن شاء الله اليوم نشهدها بما يخص اللي ذكرتي حول تخرج الطالبات وكيف ممكن أنه ترعى العتبة العباسية وأيضا العتبة الحسينية، يعني أكيد. الكثير الهباء من النشاطات، لكن أكيد. كذلك تسليطنا الضوء على بنات الكفيل، حفل تخرجهم كان عظيم، يعني بما يقارب 2000 طالبة تخرجت بحفل جميل ديني ملتزم، وهذا يحتوين الطالبات من أنه أو الخريجين بصورة عامة وخاصة الفتيات في نطاق العفة الحشمة. هذا يعني ينطيج في دافع أنه يعني اليوم يحسسنا يعني اليوم المجتمع هو مسؤول، يعني كل عناصر وفئات المجتمع مسؤولة على النهوض بالرقي وتقدم المجتمع العراقي. نعم أحسنتي. طبعا هذا كلامي هو مدخل أيضا للحديث اليوم عن معلومة جدا مهمة نحب اليوم نوجهها للمشاهدين الكرام، وهو قسم محاربة الشائعات يطلق حملة توعوية تزامنا مع الزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة. طبعا هذا كان في التنسيق مع قيادة شرطة كربلاء، حيث كانت هناك ورش وندوات تثقيفية لمحاربة الشائعات. للمزيد عن هذا الموضوع انضم معنا مباشرة من استوديو قناة كربلاء الفضائية مشكورا العميد نبراس. أسعد الله صباحكم أستاذ عميد وحياكم الله، وشكرا لمجيئكم إلى قناة كربلاء، وإحنا نعرف المهام المناطة لكم خلال زيارة الشعبانية. شكرا جزيلا سيادة العميد. أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير والعافية. صباح الخير، أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ولنبارك للأمة الإسلامية ومراجعنا العظام والشعب العراقي العظيم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فقسم محاربة الشائعات حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم وبإشراف مباشر من قبل اللواء الدكتور سعد مع المحترم، باشرنا بالتنسيق مع قيادة شرطة كربلاء لغرض إعداد خطة استباقية تتخلل هذه الزيارة من عمليات التوعية وبخصوص عدم تداول الأخبار المضللة والشائعات وكيفية معالجتها مع الفرق التطوعية في بادئ الأمر، وحالياً
مستمرين ايضا بعمليه التوعيه. تعرفون مثل ما تعرفين جنابك والاخوه المشاهدين ان الشائعات دائما ما ترتبط بمثل هكذا زيارات، وخصوصا انه الاعداء يريدون تعكير صفو هذه الزيارة. بالضبط سيادة العميد، هو احنا حبينا نسلط الضوء على هذه الأمور، ارتباط حملة الشائعات اللي أطلقها يعني هذه من جنابكم الكريم ومن معالي وزارة وزير الداخلية تزامنا مع زيارة شعبانية، تفضلوا. نعم، دائما ما رافقت الشائعات وهي تعتبر كأخطر سلاح نفسي لتستعمل في الحرب الباردة، وخصوصا بعد التطور التكنولوجي والغزو الرقمي لوجود هنالك يعني امور سرعت واصبحت هنالك انتشار للشائعة بشكل كبير، وخصوصا بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. فقسم محاربة الشائعات اخذ على دوره انه تقويض هذه الاخبار المضللة من خلال انه نشر الاخبار الكاذبة، من خلال رفع المستوى الثقافي وفي العالم السيبراني المتلقي وللمستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام بكل ما يدور ويثير اهتمام الشارع العراقي. هنالك ايضا اهتمام من قبل وزارة الداخلية بهذا الموضوع. لدينا ايضا منصات ساندة لقسم محاربة الشائعات، ونعمل على مدار 24 ساعة من خلال الرصد الذي نقوم به في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا الرصد الميداني نقوم هنالك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض أنه تكثيف الأخبار الصادقة وأيضا توزيع وتكثيف النفي للأخبار المضللة. هذا العامل عامل مهم دائما إحنا ما تقويض هذه الحالة، حالة الشائعات، وخصوصا أنها ترتبط دائما مع الزيارات. كان لنا الأثر في زيارة جسر الأئمة، وهنالك أيضا استعدادات القسم أخذ على عاتقه وكل القوات الأمنية، وأيضا بالتنسيق مع العتبات المقدسة في الزيارات الدينية هنالك تنسيق عالي بعمليات استباقية للتثقيف والتوعية، ولله الحمد نرى هنالك ارتفاع مستوى الوعي لدى الزائر. ولكن دائما ما نذكر للأخوة الزائرين الالتزام بالتعليمات التي تصدر من القوات الأمنية، وأيضا عدم تصديق الأخبار واللجوء إلى القوات الأمنية أو إلى الأخوة المتطوعين الموجودين لغرض الاستفسار من أي خبر لا سمح الله يدور أثناء هذه الزيارة. طيب سيادة العميد، أنت ذكرت أثناء كلامك القوات الأمنية اليوم الحمد لله احنا نشاهدها منتشرة بشكل كثيف في مناطق كربلاء المختلفة لتأمين هذه الزيارة، وكذلك ذكرت هناك فرق تطوعية مساندة للقوات الأمنية. طيب هل هذه الفرق التطوعية أيضا كان لها دور أو حضور في هذه الورشة وفي هذه الندوات لمحاربة الشائعات، وما هي ردود أفعال المواطنين؟ هل استجابوا لهذه الحملة؟ نعم سيدتي الكريمة، دائما احنا كوزارة الداخلية وكل القوات الأمنية بصورة عامة تعتمد أيضا على مشاركة المواطن، باعتبار أن مسؤولية الأمن هي مسؤولية تشاركية، تعتمد على إشراك المواطن بالأعمال التطوعية وبالأعمال التي تساعد القوات الأمنية على إحلال السلم. هنالك أيضا نرى شباب واعي ومثقف يريد أن يقدم مزيد من الخدمات في مساعدة القوات الأمنية، ولله الحمد رأينا جهود كبيرة تبذل من قبل الفرق التطوعية في كافة الأعمال، وليس في مساندة أيضا القوات الأمنية وقسم محاربة الشائعات، في مساندة الفرق الصحية وفي مساندة فرق الأمانة وما شابه ذلك. هنالك جيوش جبارة من قبل الشباب المتطوع الذي يمثل الشاب العراقي الحقيقي ذات الذين يبذلون أكثر الجهود لمناصرة وأيضا لنجاح هذه الزيارة ولإعطاء صبغة جميلة للشباب بكافة المؤسسات التي تخدم المواطن أثناء الزيارة. هنالك استقبال من قبل المواطنين وترحاب من قبل المواطنين والتفاعل مع قسم محاربة الشائعات، وهناك نبذ من قبل المواطنين والرأي العام على الأخبار التي ترافق مثل هكذا فعاليات جميلة وأيضا الزيارات الأخرى. نتبنى في رسالتنا للأخوة المواطنين عدم تصديق ما يدور، كل ما يدور في الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي أو الأخبار السلبية، والتوجه إلى القوات الأمنية واستسقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة، لأن هنالك حتى في كتاب الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. صدق الله العظيم. فالتبين هو السلاح الوحيد الذي يقيض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع. طيب سيادة العميد، ما هو الشكل الذي اتخذته الحملة؟ يعني هل هي حملة إلكترونية، هل هي حملة شملت ندوات؟ كيف كان شكل هذه الحملة وأين توزعت في كربلاء بالتحديد؟ نعم، هذه الحملة وضعت وفق خطة مسبقة من قبل قسم محاربة الإشاعات ودارة العلاقات والإعلام ووزارة الداخلية بشكل عام. دائما هذه الخطط تكون مساندة للقوات الأمنية حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم. هنالك عدة، شملت هذه الخطة وعدة فقرات، هي الفقرة الأولى في عمليات استباقية، أيضا التثقيف والتوعية والتأكيد من قبل الفرق التطوعية من قبل القسم لغرض كيفية معالجة الإشاعات الانتشار الواسع للفرق التطوعية، والمرحلة الثانية هي الانتشار والرصد الميداني والإلكتروني على مدى 24 ساعة موجود في قسم محاربة الإشاعات وأيضا الفرق التطوعية، والانتشار على خط سير الزائرين وفي المناطق التي تشهد احتفالات مثل ما بين العتبتين أو في بداية بغداد أو دائما مداخل الكربلة والأماكن التي تكتظ بالزائرين الأخوة الزائرين. هناك انتشار واسع لقسم محاربة الإشاعات وللقوات الأمنية لكي نغطي أكبر مساحة معينة من عملية الرصد الميداني، ولكن الإلكتروني مستمر على مدى 24 ساعة. أحسنتم وبارك الله بجهودكم سيادة العميد نبراس. حقيقة نحن الآن في مجتمعنا محتاجين هكذا ورش وهكذا ندوات تثقيفية تخص هذا موضوع الشائعات، يعني خاصة اليوم في الآونة الأخيرة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي أصبح إطلاق الشائعة أمر سهل جدا، وللأسف اللي ما عنده معلومة وما عنده فد ثقافة ودراية بالمواضيع يصدق هذه الشائعات بل ويشاركها أيضا من خلال مواقع أخرى. إذن إحنا نتمنى من جنابكم الكريم أن تكون هذه الورش والندوات ليس في فقط في الزيارات، نتمنى أن تكون على مدار السنة، وذلك لتوعية المواطن من خطر تصديق الشائعات وإضرارها في هذا المجتمع. إذن العميد نبراس كل الشكر والتقدير لجنابك الكريم، حقيقة رغم الأعمال لكم لكن أبيتم أن تأتوا وتقدموا هذه النصائح للمواطن وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناة كربلاء لهذه الاستضافة الكريمة وشكرا لجنابكم. شكرا، الله يبارك بكم وبجهودكم. شكرا جزيلا، في أمان الله. إذن مشاهدينا الكرام خلونا نتواصل وإياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، وقفة مع علاء السلامي وموجز الأخبار. شكرا للزميلات في استوديو صباح كربلاء، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز بأهم الأنباء. قيادة عملية كربلاء تعلن عن دخول خطة الزيارة الشعبانية حيز التنفيذ. القيادة أكدت تنفيذ العديد من العمليات الاستباقية في المناطق الصحراوية وتعزيز القطاعات الأمنية في مختلف القواطع استعدادا لاستقبال جموع الزائرين الراغبين بالمشاركة في إحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قسم رعاية وتنمية الطفولة والإعلام في العتبة الحسينية المقدسة يعقدان المؤتمر الإعلامي الخاص بفعاليات مهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل بنسخته السابعة، وتم خلال المؤتمر إزاحة الستار عن تميمة المهرجان والتي ترمز لمرضى التوحد، إذ بيّن القائمون أن نسخة هذا العام تتميز بعدة أمور أهمها الإعلان عن المهرجان في منصة ستيج فضلا عن إدراجه ضمن الهيئة الدولية للمسرح ETE من قبل يونيما الخاصة بمسابقات الأطفال، مشيرين إلى أنه استقبل 45 عملا من 20 دولة تمت المصادقة على 8 منها. مديرية الموارد المائية في كربلاء تنفذ خطتها السنوية لتطهير المبازل والجداول، العمل الذي يتضمن مرحلتين هما تطهير كربلاء وتطهير الهندية يهدف القائمون عليه إلى ضمان انسيابية جريان المياه ووصولها إلى المزارع ومجمعات الماء الصالح للشرب. لجنة التماسك الاجتماعي في جماعة ذي قار تعقد ندوة حوارية لمناقشة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي في المحافظة. الندوة شارك فيها عدد من الشخصيات الدينية والأكاديمية والاجتماعية
لوضع آلية للحد من ظاهرة الرمي العشوائي التي باتت تشكل آثارا سلبية على المجتمع وتهدد سلمه واستقراره الأمني. النشاط الرياضي والمدرسي في المديرية العامة للتربية في المثنى يقيم مهرجان الفيلم السينمائي القصير بمشاركة 17 مديرية من بغداد والمحافظات. المهرجان هدف إلى إظهار الطاقات الإبداعية للتربويين إلى جانب الإسهام في صقل مواهب الطلبة في هذا المجال. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الصغائي والمتابعة، وهذه عودة للزميلات في استوديو صباح كربلاء. حياكم الله مشاهدينا، عودة إليكم مرة أخرى. طبعا مثل ما يعني ذكرنا ونوهنا قبل الفاصل، مهرجان الشموع اللي يطلق كل عام في ذكرى مناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، احتفالا بهذه المناسبة إشعال الشموع هي يعني توحي بإشعال عمر جديد، بإشعال أمل جديد بذكرى قدوم الإمام سلام الله تعالى عليه وانتظاره. ودائما ما تشعل هذه الشموع عدد عمر الإمام سنة، كل شمعة يعني سنة، فيعني يشعل تقريبا قرابة 1180 شمعة، فما أعرف يمكن هذه السنة يزيد عددها واحدا في كل سنة. نعم. حقيقة من أجمل المراسيم التي تقام في ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو مهرجان الشموع. نعم. لما فيه من بهجة وزينة ومظاهر الفرح. اليوم إن شاء الله احنا راح نسلط الضوء عن هذا الموضوع ليلى، وراح نتحدث عن هذا المهرجان بمعية الضيف الكريم. أيضا كانت هناك استعدادات أيضا في محافظات أخرى لمهرجان الشموع. نعم. اللي تطلق إن شاء الله في ليلة النصف من شعبان. نعم. يعني المشاركة هم جميلة، تشوفين الأطفال يحبون يشاركون بهذا. صحيح. من خلال إيقاد الشموع، من خلال هذه الأشياء. زين ثاني لو أسألش ليلى، يعني هسه إحنا بمهرجان الشموع، يعني من يستطيع الكل يذهب إلى مركز المدينة للاحتفال؟ تعرفين إحنا أهل كربلاء إن نخلي الفرصة للزائر الذي يأتي. صحيح. من خارج كربلاء. طيب شنو عاداتكم بالبيت ويا أطفالكم في ليلة النصف؟ يعني بعد حاليا ماكو استعدادات، لكن العام يعني في مثل هكذا أيام أيضا في ليلة النصف من شعبان يعني اجتمعنا كأقارب وأهل وأشعلنا الشموع وقمنا بأعمال ليلة النصف من شعبان. الحمد لله توفقنا لهذا الموضوع، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه السنة أيضا. يعني هو مهرجان الشموع ما أعتقد بس بين الحرمين، بكل بيت اللي ما يقدر يوصل يشعل شمعة للإمام سلام الله تعالى عليه، يعني كأنما هذه شمعة الانتظار، الكل يشعل شمعته ويطلب حاجته. صحيح. وهواية من النساء يعرفون هذا الشيء يعني ببيوتهم لما يسووها، نخلي طاسة الحنة، نخلي بعض الحلويات، هذا كله تذكير للأطفال وأيضا تعويد لهم على أنه هذا اليوم مميز وبيه فرحة، بالإضافة إلى أنه يعني إقامة هذه الأعمال اللي هي من ضمنها المستحبات اللي تحسين أنه يعني من الضروري جدا. أكيد. من العوائل أنه إن شاء الله أيضا راح يكون لدينا حديث بحلقة اليوم عن فضل وأهم أعمال ليلة النصف من شعبان، بالإضافة إلى الاحتفالات اللي نقوم بها. لكن خلينا إن شاء الله قبل ما نتحدث ويا ضيفنا الكريم، خلينا ننتقل إلى الصويرة. نعم. ونشاهد الاستعدادات لمحافظة الصويرة في مهرجان الشموع، تفاصيل أكثر مع الزميل أمير الجنابي في هذا التقرير. قبل أكثر من 23 سنة ومن هذا المنزل تحديدا وسط قضاء الصويرة في محافظة واسط، نفذت فكرة إيقاد شموع الإمام المهدي المنتظر بعدد سنينه المباركة منذ الغيبة وإلى هذه اللحظة. بيت متهالك مضى على عمره أكثر من 60 عام، وما زالت جدرانه تتكئ على ذكريات تنبض بالحياة.
في كل زاوية من زوايا هذا البيت قصة معينة تحمل معها تفسيرات عديدة، لكن القصة الأبرز هي الانطلاقة الأولى لمهرجان الشموع السنوي الذي يقام في محافظة كربلاء في النصف من شعبان بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكرة هذا المهرجان جاءت من قبل الحاج مقداد الطائي في زمن النظام البائد وبالتحديد سنة 2001، وترجمت على أرض الواقع بشكل بسيط بإيقاد الشموع بعدد سني عمر الإمام المباركة. يعني الاحتفال ما بمفد عنوان أو اسم، احنا لحد الآن ما عندنا مثلا منتمين إلى جهة معينة أو هيئة أو موكب مؤسسة، لا احنا بالألفين يعني مجموعة من محبي أهل البيت عليهم السلام من هذه المدينة الصغيرة مثلا بدأ هيك برنامج، ولكن يعني احنا لمسنا الكرامات والمعاجز من الإمام عجل الله فرجه الشريف في تسديد هذا البرنامج. بال2005 تبنت العتبة الحسينية والعباسية من يعني سماحة سيد أحمد الصافي مثلا شيخ عبد المهدي الله يحفظهم، يعني صار اللقاء مباشر وياي وقالوا وإحنا يعني داعميك بكل ما يعني تطلبه. أخذ مهرجان الشموع يتطور سنة بعد سنة، تجري التحضيرات هنا في قضاء الصويرة بمحافظة واسط قبل أشهر استعدادا للمهرجان بنسخته 23 لهذا العام. كل شخص له مهمة خاصة به، فتجد فريقا من الخياطين يقومون بتجهيز الأعلام التي تحمل اسم الإمام المهدي وألقابه وعمره المبارك الذي سيصبح 1189 عام، بالإضافة إلى فريق النجارة الذي أخذ على عاتقه بتجهيز كل متطلبات المهرجان من إطارات خشبية وغيرها من التصاميم. كل هذا الإعداد ليوم 15 شعبان واستمر منذ سنوات ولحد الآن، وكل شيء يصب بهاي بإعداد هاي الفكرة مال الظهور للإمام المهدي عليه السلام باعتبارها فكرة عقائدية احنا نساهم بها قدر الإمكان. احنا بصراحة نبدي بالفعالية رأسا بعد يعني مثلا شهر صفر، يعني تقريبا بعد ما ينتهي أيام الحزن رأسا يعني نباشر مباشرة بمثلا شراء الأكياس والحلوى والمثلا الكاسات، طباعة الكارتات، الرايات، الخياطة، لأن ذن كل شيء هو خاص بالإمام. مثلا يعني هاي مثلا الرايات على عدد عمر الإمام، السنة مثلا 1189 راية مكتوبة مثلا لبيك يا صاحب الزمان يا قائم آل محمد، هاي خطنا أنا أكمله. اشتغلت مع الأستاذ مقداد أعمال كثيرة في خدمة العتبة الحسينية وخدمة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، وكان كل ما يأتي إليه كل ما أي شغلة يريدها أنفذ لها، ووصيت أولادي قلت لهم أي شغلة يريدها أستاذ مقداد في خدمة أهل البيت للقطرون، يمكن هذا الخشب يمكن المعمل أخذوا تردون أخذوا. من محافظة واسط أمير محمد، قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله مشاهدينا بعد أن شاهدنا هذا التقرير في الصويرة وكيف يحضر الموالين والمحبين هذه الشموع، يعني انطلاقا لعمر الإمام سلام الله تعالى عليه. خلينا نستقبل الحاج مقداد اللي كان صاحب فكرة إطلاق مهرجان الشموع وهو المسؤول عنها اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاج مقداد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في برنامج صباح كربلاء، ووفقتم وجزيتم خيرا على هذه الفكره اللي مثل ما فهمنا انه كانت يعني مقترح فكره ومن ثم طبقت على ارض الواقع وصار لها عده سنين. خلينا نعرف تفاصيل اكثر منكم حول السنين اللي بدات تطبق بها هذه الفكره وكيف يتم انه اجراء العمل، هل تجدون هناك من تفاعل، كيف كان انطباع الناس عن هذه الفكره؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار وجميع الأنبياء والمرسلين المبشرين بولادة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو وارث الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.
فكرة الشموع جاءت قبل 23 عاما من هذا العام، أي في عام 2001 في زمن النظام الطاغية المقبور، وكانت الظروف يعني في صعوبة أن نعمل مثل هكذا فعالية أو احتفالية بولادة الأم عليهم السلام. فأتينا إلى كربلاء المقدسة وأنا يعني تم الشراء، كانت أمنيتي أن أشتري شموع بعدد عمره الشريف، وفي ذلك العام كان عمره 1167 سنة. تم شراء 1200 شمعة وأوقدت بجوار باب علي بن محمد الهادي من ضريح أبي الفضل العباس عليهم السلام، ومكان صغير يعني لا يتجاوز أكثر من 3 إلى 4 متر. وتم كتابة يا قائم آل محمد. الحمد لله تحققت أمنيتي أن أوقد الشموع بعدد عمر الإمام، ولكن لا كنت أبدا لم أتوقع أن يستمر إلى مثلا هذا اليوم أو هذه السنين الطويلة. ورغم صعوبة الظروف في كل عام كنا يعني نجد سنتين في زمن النظام البائد، واستمرت بعد سقوط النظام إلى يومنا هذا، ولم يتم إقطاع هذا العمل أبدا في أي سنة أو في أي عام من الأعوام، رغم مثلا جائحة كورونا أو في أحداث اللي مرت في محافظة كربلاء في عام 2007، ولكن استمر العمل إلى هذا اليوم، واليوم سنوقد 1189 شمعة بعدد عمره الشريف. نعم أحسنتم. يعني ما كان لله ينمو بالتأكيد، لهذا بقي هذا المشروع إلى اليوم قائما. كيف تخطيتم الصعوبات خلال يعني سنوات النظام البائد؟ نعرف أنه مثل ما تفضلتوا صعوبة كبيرة في أنه تواجهون أو الإعلان عن هكذا مناسبة مبهجة تتعلق بالأمة سلام الله تعالى عليهم، شلون قدرتوا أنه تحافظون على هذا المهرجان إلى اليوم؟ بصراحة احنا يعني علينا الجهود المبذولة ورعاية الله سبحانه وتعالى وتجديد الإمام المهدي، ولولا ذلك لم نصل إلى هذا اليوم بإيقاد الشموع. فالحمد لله والشكر يعني العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين احتضنت هذه الفعالية وجميع الفعاليات التي يعني تساهم في إعلاء كلمة الله وفي نشر الإعلام لأهل البيت عليهم السلام. أحسنتم، والله يبارك بجهودكم حج مقداد، وإن شاء الله هذه السنة تكون أيضا سنة موفقة بمهرجان الشموع وبإيقاد الشموع بعمر مولانا وإمامنا الحج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الحاج مقداد الطائي مسؤول مهرجان الشموع، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا في حلقة هذا اليوم، الله يبارك بكم وبجهودكم. نسأل الله القبول إن شاء الله. شكرا لكم ولجميع الموالين في مشارق الأرض ومغاربها بحق صاحب الزمان وآباء المعصومين الطاهرين. الله جزيتم خيرا، شكرا جزيلا لكم، تقبل الله أعمالكم في أمان الله. في أمان الله. إذن جميل جدا، يعني هذه النسخة هي 23 لمهرجان الشموع، ويا رب إن شاء الله نتمنى العمر المديد لمسؤول المهرجان ولكل المقيمين على هذا المهرجان. نعم فعلا هي فعالية حلوة، ممكن أنه تضيف البهجة ومثل ما قلنا تنطي روح للانتظار أكثر، للأمل أكثر. يعني ما شاء الله رغم 23 سنة إلى اليوم يعني مستمرة هذه الجهود، محافظين عليها، ما تخلوا عن هذا المهرجان بكل فعاليته بنشر السعادة والبهجة للأهالي ويعني مشاركتهم هذه الفرحة. إن شاء الله نسأل الله التوفيق لهم. إذن مشاهدين الكرام خلونا نأخذ فاصل ونعود إليكم لتتمت حلقتنا. Yeah.
أهدي وآل محمد القسوى القائم العدل الإمام المنتظر بشرى وعهد الحق من خير البشر كالشمس خلف سحابة الشوق استتار بشرى وعهد الحق من خير البشر كالشمس خلف سحابة الشوق استتار يا أهل العالم هذا تسبيح الضياء يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله يوم غد نعيش ليلة عظيمة وهي ليلة النصف من شعبان المبارك للحديث عن هذه الليلة وفضلها وأهم الأعمال التي نقيمها في هذه الليلة راح ينضم معنا مشكورا السيد إحسان الموسوي من استوديو قناة كربلاء الفضائية بدءا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله صباحكم وأسعد الله أيامكم سيد إحسان شكرا جزيلا لانضمامكم معنا عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير بهذه كل عام وأنتم بألف خير الذكرى المباركة ولادة مولانا الإمام منقذ البشرية الله الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه أهلا ومرحبا بكم صباح الخير والعافية عليكم سيد الله يسلمكم نعم. إذن نبدأ وإياكم سيدنا في موضوع فضل وأعمال ليلة النصف من شعبان وبالتأكيد لابد أن يكون هناك وقفة مع هذه الأعمال للتفرغ للعبادة للطاعة بداية نتعرف بصورة مجملة حول هذه الأعمال تفضلوا أحسنتم كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا من يحدثنا عن فضل هذه الليلة المباركة هو مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في مضمون رواية واردة عنه عليه السلام يقول عن هذه الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر يعني إحنا ليلة القدر شقد نهتم بها شقد نحاول أن نتقرب في هذه الليلة إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال بالعبادات بالأمور المستحبة قراءة القرآن الأدعية فالإمام هنا يشير إلى أن هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان هي لا تقل أهمية وفضل عن ليلة القدر ولذلك ينبغي علينا أن نجتهد في هذه الليلة بالأعمال المذكورة في كتب الأدعية والزيارات أيضا يضيف الإمام عليه السلام يقول في هذه الليلة أيضا في مضمون هذه الرواية في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يمنح عباده فضله مثل ما نعرف عطاء الله سبحانه وتعالى ليس له حدود كرم الله سبحانه وتعالى ليس له حدود فضل الله سبحانه وتعالى ليس له حدود أيضا الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يمنح فضله لعباده أيضا من ضمن مضامين هذه الرواية التي يذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة أقسم الله سبحانه وتعالى آل الله على نفسه آل الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يرد سائلا في هذه الليلة ما سأل كل مسألة اليوم الإنسان أقصد في هذه الليلة يعني هي ليلة غد إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا فش عندنا من أسئلة من حاجات من هذه الحياة يعني الإنسان يحتاج إلى الكثير من الأمور أكو منغصات في هذه الحياة
الإنسان يستغل هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان ليطرح هذه الأسئلة على الله سبحانه وتعالى لكي يستجيب دعائه في هذه الليلة، إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى المعصية. كون الإنسان في هذه الليلة لا يسأل الله سبحانه وتعالى المعصية. نعم. أعمال هذه الليلة طبعا هي مجموعة من الأعمال. عفوا قبل لا أنه تدخلون في أعمال الليلة سيدنا، هناك يعني مسألة أنه استجابة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى الأمور العالقة، قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يدعو بدعاء ويكون هذا الدعاء أنه يسميه أنه أدعية أو مستعصية، حاجة مستعصية، أمور عالقة لا تستجاب في سائر الأيام وتستجاب في هذه الليلة، ما المصلحة في أنه إذا هو الدعاء لم يستجب في سائر الأيام لكون هو ليس في مصلحة الإنسان، كيف ممكن أن يستجاب في هذه الليلة؟ أحسنتم. طبعا هو الأدعية هنا التي طبعا شيء أكيد التي فيها مصلحة للإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم وأوجب على نفسه في هذه الليلة ألا يرد سائلا ما سأل إلا في الأمور التي قلنا، إلا في الأمور التي فيها معصية وليست فيها مصلحة للإنسان وليست فيها مثوبة للإنسان. فعلى الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الأمور التي فيها الصلاح لنفسه. الأعمال في هذه الليلة قلنا هي مجموعة من الأعمال، تقريبا هي 6 أعمال ذكرنا طبعا في محطات سابقة. قلنا الإنسان اللي ما يتمكن ما يقدر على كل هذه الأعمال يقدر يقتصر على هذه الأعمال، سيقتصر على 4 أعمال مثلا، يقتصر مثلا على 3 أعمال، على 2 أيضا يقدر يقتصر. من ضمن الأعمال في هذه الليلة هو إحياء هذه الليلة، قضايا المهمة في هذه الليلة أيها الأحبة، الإنسان يحيي هذه الليلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا هذه الليلة لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إشقد إحنا قلوبنا مرات تكون بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، بسبب الحسد، النفاق، يعني القلوب مملوءة. فكون الإنسان اللي يريد يحيي قلبه يستغل هذه الليلة بالإحياء، يستغل هذه الليلة بالإحياء، بإحياء هذه الليلة حتى وإن كان بمقدار. هسه إحنا ما نقول يحيي الليل كله، حتى وإن كان بمقدار بسيط مثلا ساعة، ينام مثلا في أول الليل ويستيقظ في آخر الليل مثلا قبل صلاة الفجر بساعة بساعتين مثلا، ويحيي هذه الليلة بالعبادة. أيضا من الأعمال المهمة في هذه الليلة هو الغسل، وقلنا الغسل يكون بنية رجاء المطلوبية. الغسل في هذه الليلة يخفف من ذنوب الإنسان، الغسل في هذه الليلة، ثواب الغسل، الآثار التي تترتب على الغسل في هذه الليلة تخفيف ذنوب الإنسان. أيضا من الأعمال المهمة في هذه الليلة ولعله هو أفضل عمل في هذه الليلة هو زيارة سيد الشهداء عليه السلام. عن بعد. طيب هل تقتصر الأعمال على الليلة أم في ساعات النهار الأولى ممكن أنه تكون أكو فد أعمال معينة، وماذا عن الصيام؟ أحسنتم. طبعا هو في ليلة النصف من شعبان مجموعة من الأعمال، أيضا في يوم النصف من شعبان، في صبيحة يوم النصف من شعبان توجد أيضا مجموعة من الأعمال من ضمنها الصيام. أيضا في رواية واردة عن النبي أكد على قضية الصيام. نعم. وأيضا من ضمن الأعمال زيارة سيد الشهداء وزيارة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي طيب. موجودة في كتاب مفاتيح الجنان. أحسنتم. طيب سيد إحسان، اليوم احنا للأسف الشديد نعيش مع بعض العادات الدخيلة على مجتمعنا، واحنا كمجتمع مسلم لا نقبل بهذه العادات الدخيلة. نلاحظ كثير من العادات الدخيلة في زيارة ليلة النصف من شعبان، وهذا الشيء أكيد لا يتناسب مع مبادئنا الإسلامية، وخاصة اليوم احنا شبابنا نريد يكون شباب واعي، شباب مثقف يتحمل مسؤولية هذا البلد. طيب برأيكم ونصائحكم اليوم ما هي التوجيهات لشبابنا حتى يستثمر هذه الليلة وهذا اليوم المبارك ويبتعد كل البعد عن العادات الدخيلة التي دخلت إلى مجتمعنا المسلم؟ أحسنتم. طبعا هذا من الأسئلة المهمة. مثل ما تعرفون العادات والتقاليد من السمات البارزة في حياة المجتمعات، خصوصا العادات والتقاليد التي تحمل قيم تربوية وأخلاقية، وهذه القيم الأخلاقية والتربوية
في الغالب تكون مستمدة من تراث أهل البيت، من الدين الحنيف، من تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فكون نحافظ على هذه التقاليد اللي تربينا عليها، اللي عشنا عليها، كالنخوة، كالشجاعة، الحمية، الغيرة، كل فعل كون يصدر من الإنسان، يصدر من الإنسان الشاب، من المرأة الشابة، من كل إنسان طبعا، كل تصرف، كل سلوك، كل فعل لابد أن نخضعه لتراث أهل البيت، لسيرة أهل البيت. هذا الفعل يتوافق مع أهل البيت، مع سيرة أهل البيت، مع نهج أهل البيت. هذا الفعل يرضي صاحب الذكرى وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني اليوم الشاب الذي يقف مثلا بالشارع ويغني أو يرقص، وللأسف هذا الفعل، خل هو يسأل نفسه، هذا الفعل يرضي الإمام؟ اليوم الشابة مثلا من تطلع وهي سفور مثلا، أو تضع مثلا المكياج، أو يكون حجابها مو مضبوط، هذا الفعل يرضي الإمام؟ والإمام عليه السلام يقول: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. يعني الإمام، هذا قول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يقول نحن مطلعين على كل الأمور، على كل الأفعال. فكيف بيوم مولده سلام الله تعالى عليه، وفي ليلة مقدسة كليلة النصف من شعبان؟ أحسنتم فضيلة السيد إحسان الموسوي. طبعا أحب أيضا من خلال حديثنا معكم هذا أشير إلى نقطة، أنه تصدر في ليلة النصف من شعبان في الأيام والليالي الفضيلة بعض الرسائل اللي ترد، أنه يوجد صلاة كذا إذا صليتها ممكن أنه تقضى حاجتك، أو توجد صلاة الفلانية مثلا إحداها قد تقضي عن الصلوات اللي فاتتك طوال عمرك، مجرد أن تؤدي هذه الأربع ركعات وما غيرها من الأمور اللي تطلق. فيعني من خلال توجيهكم، من خلال كلامكم، أنه يرجعون إلى الكتب والمعتبرة كمفاتيح الجنان، كالكتب مثلا ضياء الصالحين وغيرها من الأعمال، وكذلك اللي ذكرتوها حضرتكم، حتى أنه لا تختلط الأمور، أنه سوى هذه الأعمال اللي ذكرتها لا توجد أعمال أخرى جانبية ممكن أنه تنضاف، ويعني هي صراحة مختلقة وقد تعتبر في نطاق الشائعات وتكون بدعة. وبالتالي البدعة لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم فضيلة السيد إحسان الموسى، ولكل ما أضفتموه من معلومات لهذا اليوم. شكرا لتواجدكم معنا في برنامج صباح كربلاء. خدمتكم موفقة إن شاء جزيلاً. الله خادمكم في أمان الله. الله يبارك بكم. نعم. إذن إن شاء الله يا ربي الله يعطينا القوة والحيل حتى نقوم بهذه الأعمال إن شاء الله. ومقدما الله يستجاب كل الأعمال وتتقبلها ويستجاب دعائنا في هذه الليلة المباركة. أحسنتم، يمكن من اليوم لازم ندعي أنه اللهم وفقنا لقيام هذه الليلة وأدائها بما يحب ويرضى إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرين بجمال الروح وجمال القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، إلى جمال الطبيعة ومناظر خلابة من تركيا نشاهدها سوية. Thank you.
حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام، شكرا لمخرجنا على هذا الفاصل الجميل اللي عيشنا أجواء جميلة من مدينة اسطنبول، وبالتحديد شاهدنا جمال وهندسة وعمران المساجد فيها. إذن عودة مرة أخرى إلى فقرات صباح كربلاء، طبعا أكيد بعد الساعة الأولى وإن شاء الله استمتعتم بها وكانت ساعة مفيدة، خاصة سلطنا الضوء اليوم على أهم أعمال ليلة النصف من شعبان. على رأس الساعة الثانية هذا الوقت يجمعنا مع زملائنا في النشرة الجوية، ويانا اليوم مصطفى ستار، وأسعد الله صباحك يا مصطفى بالخير والعافية. أسعد الله صباحكم زميلاتي ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ومتباركين بهذه الأيام الميمونة. الله يبارك. صباح الخير والعافية مصطفى. صباح الخير والعافية ليلى. إذن خلينا إن شاء الله اليوم نعرف أجواء الطقس وكيف ممكن أنه يكون المناخ في أيام الزيارة القادمة. الجو لك. شكرا زميلاتي، تفاصيل أوفى عن حالة الطقس في بغداد وباقي المحافظات بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين أينما كنتم، بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية التي تأتيكم حصرا لبرنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الجوية التي سوف تشهدها البلاد للأيام الأربعة المقبلة، اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من شرق أوروبا ترافقه كتلة هوائية رطبة نسبيا وباردة، ليكون الطقس اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد، كما يتصاعد الغبار هذا الصباح ابتداء من الأقسام الغربية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة. أما فيما يخص الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، راح تنشط في الأقسام الشرقية لتصل هبات هذه الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر بالساعة، مع فرص لحدوث عواصف ترابية في هذه الأقسام وانخفاض مدى الرؤية فيها أقل من 1000 متر. أما فيما يخص الطقس ليوم غد الثلاثاء السابع من آذار، الطقس سيكون غائم مع فرص لتساقط أمطار في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الشرقية مع تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، وكما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود 5 إلى 8 درجة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما فيما يخص يوم الأربعاء ستتأثر البلاد باندماج منخفضين جويين، أو أولهما الذي ذكرناه قبل قليل والثاني من البحر الأحمر، ليكون الطقس غائم مع فرص لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية أيضا، وتزداد هذه الأمطار شدتها مساء لتشمل معظم أقسام البلاد، وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، وتنشط على فترات في بعض الأماكن لتصل هباتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أيضا متوقع الخميس أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفضين الذي ذكرناه قبل قليل، ليكون الطقس غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة غزيرة في الأقسام الشرقية من البلاد، ويتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من الأقسام الغربية قبل ظهر الخميس إن شاء الله تعالى والله أعلم. أما درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وباقي المحافظات فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء ستكون مشمسة وصافية في بغداد كما تلاحظون، 16 درجة الصغرى والعظمى، متوقع أن تصل إلى 19 بحسب المختصين. أيضا إلى جنوب العراق في البصرة الفيحاء تحديدا، حيث الأجواء المشمسة كما تلاحظون 17 الصغرى والعظمى، متوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية. أيضا شمالا حيث أربيل والأجواء المشمسة الصافية كما تلاحظون، 15 درجة الصغرى، أجواء معتدلة، 23 ستصل إلى العظمى. أيضا محافظتنا المقدسة كربلاء، الطقس سيكون في كربلاء مشمس مع بعض الغيوم، 17 الصغرى والعظمى، متوقع أن يصل إلى 31 درجة مئوية.
أيضا جنوبا حيث ذي قار الحبيبة الأجواء ستكون مشمسة وحارة كما تلاحظون 32 عظمى الصغرى سجلت لهذا اليوم 18 درجة مئوية فقط. أيضا ننتقل مرة أخرى إلى شمالنا الحبيب في السليمانية تحديدا الأجواء معتدلة في السليمانية مشمسة 13 صغرى وعظمى 21 درجة مئوية. أيضا إلى محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في محافظة بابل الحبيبة الأجواء ستكون كالعادة مشمسة ودرجات الحرارة 17 صغرى وارتفاع واضح كما تلاحظون في العظمى 31 ستصل. في ميسان أيضا 31 العظمى الصغرى 15 والأجواء ستكون مشمسة هنالك في ميسان. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى في شمالنا الحبيب بالتحديد في محافظة ادهوك في الشمال هنالك الأجواء ستكون معتدلة مشمسة صافية 22 العظمى الصغرى سجلت لهذا اليوم بحسب المختصين 15 فقط. أيضا إلى غرب العراق بالتحديد في محافظة الأنبار الحبيبة الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة كما تلاحظون 17 صغرى وعظمى ستلامس عتبة 30 درجة مئوية. أيضا بالعودة إلى محافظات الفرات الأوسط بالتحديد في محافظة النجف الأشرف أجواء مشمسة وحارة كما تلاحظون ستصل إلى 32 عظمى وصغرى سجلت لهذا اليوم 17 فقط. في الديوانية الحبيبة أيضا العظمى ستسجل 32 بإذن الله تعالى والصغرى سجل 16 والطقس مشمس هنالك. أيضا في الموصل شمالا حيث الأجواء المعتدلة الصافية المشمسة 26 درجة العظمى الصغرى 16 كما تلاحظون. أيضا ننتقل إلى ديالة الحبيبة 19 صغرى وعظمى 29 والأجواء مشمسة في ديالة. أيضا في صلاح الدين أو في واسط الأجواء أيضا كما تلاحظون الصغرى 18 والعظمى 31 والطقس مشمس في واسط. أما في صلاح الدين حيث الطقس المشمس كذلك 27 ستصل العظمى بإذن الله تعالى والصغرى سجلت 15 فقط. أيضا أخيرا في المثنى الحبيبة كما تلاحظون 18 درجة الصغرى وارتفاع واضح في درجات الحرارة 32 عظمى والطقس مشمس في المثنى. هذا ما رصد سادتي المشاهدين وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى في بغداد وباقي المحافظات، أما درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم المجاورة لعراقنا الحبيب فهي كالتالي. نبدأ من مشهد المقدسة أجواء مشمسة في مشهد 9 درجات فقط صغرى وعظمى ستلامس 23 فقط. أيضا في السعودية في المدينة المنورة تحديدا كما تلاحظون أجواء حارة 32 عظمى صغرى 20 والطقس كالعادة مشمس في المدينة المنورة. أيضا إلى الكويت حيث الأجواء المعتدلة 26 فقط ستصل العظمى والطقس مشمس والصغرى 18 درجة. إلى سوريا حيث الأجواء المشمسة بالتحديد في دمشق العاصمة 11 درجة الصغرى والعظمى 28 بحسب المختصين. أيضا في الأردن تحديدا في العاصمة عمان هنالك 28 درجة ستسجل العظمى والصغرى سجلت 12 والطقس مشمس هنالك. أخيرا في اسطنبول التركية استمرار تساقط زخات المطر هنالك في اسطنبول والطقس غائم جزئي درجات الحرارة ما بين 7 صغرى وعظمى 11 فقط. أيضا هذه كانت درجات الحرارة الصغرى والعظمى سادتي المشاهدين لبعض المدن والعواصم المجاورة لعراقنا الحبيب، أيضا لمعرفة درجات الحرارة في بعض الدول والأماكن أيضا الدولية. نبدأ كالعادة من العاصمة أو عاصمة الضباب لندن. أيضا في لندن كالعادة الأجواء غائمة وممطرة 1 فقط درجة مئوية الصغرى والعظمى ستصل إلى 6 فقط. في ألمانيا في العاصمة برلين أجواء باردة وغائمة وممطرة درجة تحت الصفر كصغرى وعظمى 3 درجات مئوية ستصل. إلى السويد حيث العاصمة ستوكهولم هنالك الأجواء أيضا ممطرة وغائمة جزئيا 5 درجات تحت الصفر الصغرى والعظمى ستسجل درجة مئوية واحدة فقط.
في الدنمارك تحديدا في كوبنهاجن رغم الأجواء المشمسة لكن باردة جدا كما تلاحظون، 4 درجات تحت الصفر، الصغرى والعظمى ستصل إلى 3 درجات فقط. أخيرا في باريس عاصمة فرنسا هنالك الأجواء ستكون غائمة جزئيا، درجات الحرارة ما بين صغرى 3 درجات وعظمى ستصل إلى 9 فقط. هذا كل ما رصد وشخص سادتي المشاهدين من معلومات عن الطقس في عراقنا الحبيب وأيضا بعض المدن والعواصم المجاورة وكذلك الإقليمية. إن شاء الله نلتقي غدا عند 10 صباحا، هذه عودة للزميلات إسراء وليلى لتكملة باقي الفقرات. إلى الملتقى. حياكم الله مشاهدينا، عودة إليكم مجددا، شكرا للزميل مصطفى لنشرة الطقس. خلينا ننتقل سوية إلى نشرة زميلنا أو عفوا جولة زميلنا ماجد الأسدي حتى إن شاء الله يعرف أو يعطينا بعض الأسئلة حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم وسؤال التفاعل، هل أنت حريص على وقتك؟ خلينا نشوف شنو جاوبوا بعض الأشخاص ثم أنا عودة. أسعد الله صباحكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول هل أنت حريص على وقتك؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. وقتنا لازم ننظمه على مود تقدر ترتب أمور حياتك، تقدر كم شغلة عندك ترتبها بوقتك وتشتغل بيها، فإذا تهدر أكثر وقتك بأمور تلهي روحك بيها ما راح تقدر تخلص جانب من شغلك، ما تقدر تخلص بيها جانب من عملك، فالوقت ضروري بهذا وقتنا، فلازم نحرص على الوقت حتى ننظم حياتنا. الإنسان لازم ينظم وقته، وقت العمل ووقت الدراسة وقت العائلة، هاي يكون مهم. يعني إذا شوف الإنسان الغير ناجح شوفه ما منظم وقته، وقت الشغل وقت تحسه حتى أفكاره مشوشة، فلازم تنظيم الوقت توقيت، يعني حتى وقت الصلاة مهم لازم إلى وقت، فكل هذا تنظيم الوقت مهم، حتى التزام بالوقت مقابل الشخص التوعده. الحرص على الوقت راح يولد النجاح، وخاصة إذا نظمت وقتك بشيء صحيح. مثلا عندك أوقات العمل، أوقات الدراسة، إذا نظمتن بشكل صحيح راح تتوفق بحياتك وتنجح وتكون فد شخصية محترمة بالحياة، لأن الوقت محترم، مثل ما تعلمنا من أهل البيت عليهم السلام ورسول صلى الله عليه وسلم أن يحترم الوقت، واحترام الوقت يعني يقدم شخصيتك بين العالم ووفائك بالعهد، لأن الوقت منظم جدا ومحترم. ومثل هسه احنا مثلا ندرس دراسة قانون انه علمونا على هذا الشيء دكاترتنا والله يوفقهم ان شاء الله، انه نحافظ على الوقت والايفاء بالوقت ان شاء الله، لان الوقت اهم شيء بالحياة. اذا ما نظمت وقتك ما راح تبدع بحياتك الاجتماعية، فالوقت مهم جدا لكل شخص ان ينظم وقته، وقت عمله، وقت دراسته، وقت عائلته، وقت شوي يعني يرفه بيه عن حياته، فراح يتوفق، اكيد راح يتوفق. اكيد حريص على وقتي، ونتاج ذلك هو
انه انا كنت طالب هنا لمده 4 سنوات في كليه الهندسه قسم التكييف والتبريد. بعد تخرجي كنت من الاوائل، تم تعييني في الجامعه، والان الحمد لله والشكر يعني اداوم هنا كمهندس ومعيد في الكليه. طبعا مفهوم الوقت هو مفهوم مختلف عند او تحقيق انه الحرص على الوقت مختلف من شخص لشخص اخر. حقيقه احنا من الناحيه الهندسيه احنا نحرص انه نؤدي المهام مالتنا بوقتها المحدد. قد يكون احنا الوقت او مو شرط يكون الدوام انه ب8 الصبح، مرات انه قد يكون الشخص يداوم او يكمل اعماله لاوقات متاخره، مثلا قد يكون هو متواجد بالدوام لحد 12 بالليل او اكثر من 12 بالليل. استغلال الوقت بالطريقه المثلى هو يجب ان يكون الجزء المهم، وليس الالتزام بأوقات محددة. يعني كل شخص يفهم أنه الحرص على الوقت بمفاهيمه الخاصة. اللي أحب أنه أوضحه ممكن يكون أنه الشخص ما يضيع وقته، ما يضيع وقته قد يكون أنه بالتزامات بأوقات أو تواريخ محددة، لكنه هو بالشيء المحصل النهائي هو يكون حريص على وقته بمفهوم آخر، أنه يستغل وقته بشكل الأمثل. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. حياكم الله مشاهدينا الكرام، شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة، تعرفنا إلى بعض آراء المواطنين حول هذا الموضوع. طبعا أنا برأيي الوقت مهم جدا اليوم، إذا احنا قدرنا ننظم وقتنا راح يمشي اليوم بكل سهولة ويسر. لكن إذا كان هناك عراقيل بتنظيم الوقت نأجل أعمالنا، أكيد راح تكون هناك عوائق في هذا اليوم. خلينا نطلع على آراء المشاهدين ونعلق على تعليقاتهم. كربلاء جنتي تصلي على محمد وآل محمد، تقول نعم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أي شخص إذا نظم وقته يكون مرتاح النهار كله، يعني توافقني بالرأي صحيح. أما أم علي تقول نعم وألتزم بمقولة إذا شعرت بفراق فإن ثمة أشياء لم تنجز بعد فأبادر بالعمل. لطيف، أحسنت يا أم علي. صدق هذا يعني ذكرت، يعني أنت عندك شغل بس قاعد، هذا مو وقت فراغ، هذا وقت عمل آخر أنت متعاجز عنه. يعني شوفي إحنا راح نرجع للأمثال القديمة بين العمة والشنة. من الشنة تشوفها قاعدة ما عندها شغل وعمل، تقول لها أنت عندك أعمال لم تنجز اللي قاعدة هيك بدون شغل وعمل. هسه أم علي ذكرتني لهذه الأمثال. نعم، تحياتنا لأم علي وكل اللي علقنا. صادق مهدي حسن يقول سؤال المؤلم واقعا صحيح، حتى مع الحرص على الاستغلال الأمثل للوقت تضيع منا الكثير من فرص الخير، كثرة النوم المبالغ به، جلسات الثرثرة الفارغة، غيرها من الانشغالات غير المثمرة، كلها مضيعة لهذه النعمة الكبرى. أحسنت صادق، لكن أكو فد نقطة مهمة أحب أضيفها لكلامك. احيانا يحتاج الانسان الى وقت، شويه مساحه من الوقت، مثل ما قال انه جلسات الثرثرة الفارغه قد تكون هناك يعني تبادل الحديث، لكن يعني مثلا سؤال عن شخص، سؤال عن حياته، عن قريب، تسولفين بعض الصعوبات بحياتك، هذا يحتاج الانسان بين فتره واخرى الى ان يفرغ. لكن اذا يوميا صار هذا راح يكون كلام ثرثرة أو فراغ، وقد يكون الأشخاص مرهقين فيحتاجون إلى فترات من النوم طويلة، لكن مثل ما قلنا إذا صار يومية هذا النوم فراح يكون هو مضيعة للوقت. أكيد، هو إذا نهارنا كان كله عمل بعمل راح يكون روتين معقد والإنسان راح يشعر بملل. لكن إذا احنا نظمنا الوقت واستثمرناه بالشكل الصحيح، يعني خلينا جزء للراحة والنوم، جزء للعمل، جزء للاسترخاء، راح تشوفين النهار كله راح يكون يعني نهار سهل علينا والاعمال كلها تنجز. يعني بالاضافه الى انه مثلا اذا شخص اشتغل يومين او 3 ايام متتاليه ونام ساعات قليله، لا باس اذا مثلا يوم الرابع كان عطلته انه ينام مزيد من الوقت، يعني ياخذ يعني قصه اكثر من راحه. تبرير اللي ينامون هوايه شويه. هو مو تبرير بقد ما انه هو من حقه صراحه. صح. يعني انه ياخذ قسط من الراحه، واني هواي اشوف اشخاص يعني ايدهم بهذا الموضوع. نعم. ام زهراء تقول نعم حتى تكون حياتي منتظمه. نعم، احسنتي. ابو محمد العراقي نعم يقول نعم الالتزام بموعد الوقت جيد، لكن عندما تنتظر الموعد من شخص على نفس الوقت يتاخر، وهذا ما يسبب لي ارهاق في تاخير المواعيد الصادقه. صح، انا اتفق وياه، شوية الانتظار يكون صعب، يعني هذا هم مسألة متعلقة بالوقت. نعم. يعني خاصة اللي الأشخاص اللي يتأخرون بمواعيدهم، هاي تسبب قلق نفسي وإرباك كلش.
شديد للشخص الآخر، فيجب أن يكون هناك التزام بالمواعيد. نعم إن شاء الله. إحسان الكربلائي يقول نعم الصلاة، البعض يقوم بتأخير الصلاة، الالتزام بالمواعيد الدوام أيضا. تحية لكم، شكرا لك يا حسين. أيضا عبد الزهرة يقول يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فعلا صحيح. أشرف الحمداني وفق الله جميع كادر قناة كربلاء، وإن شاء الله مزيد من العطاء والإبداع. مواضيع مهمة جدا، للوقت أهمية كبيرة في التأثير على واقع الفرد إذا ما تم استغلاله بالطريقة الصحيحة وتنظيمه. من الضروري تنمية هذا الشعور لدى أبنائنا الأطفال لكي يعرف قيمة الوقت، وخصوصا إذا كان في طلب العلم. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام طالب العلم أعظم أجرا من طالب العبادة، فالعبادة هي له والعلم له والناس. شكرا جزيلا، وتعليق جميل جدا. نعم. إذا ليلى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله كانت حلقة مثمرة، ومسك الختام راح يكون معك إن شاء الله. أكيد. أختم بتعليق الحاج حميد العامري يقول لاستثمار الوقت فوائد عديدة، منها إنجاز الأعمال في الوقت المطلوب، التخفيف من ضغوطات الحياة، والشعور بالراحة والفخر نتيجة إنجاز المهام في وقتها. جدا ممتاز هذا التعليق، وخاصة النقطة الأخيرة أنه تشعر بالراحة والفخر نتيجة إنجاز، وأنك استثمرت الوقت بتمامه من دون أن تضيع لحظات عمرك، لأن الوقت هو عمرنا. فكلما استثمرنا العمر إحنا استثمرنا، أو استثمرنا الوقت فإحنا مستثمرين عمرنا. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الدقيقة الأخيرة من عمر البرنامج ولهذه الحلقة بالتحديد. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج والزميلة إسراء، في أمان الله.